عنها ما هي المشكلة، عن المشكلة ذاك اللي ورا ذاك. وهون في مسألة الاستعطاف نختار نقول هو معدل استعطاف موجه للرأي العام، أنا رأيني تعبان، إذا هو أنا متهم، إذا هو أنا نفسيا تعبان ومحكوم علي هون، هذا هو ما قد استعطف حد، هو صرق جميع الرؤساء، صرق معاوية، هو قاس كي هيدي في حملته، صرق معاوية ولا صرقه فقط، صرق المجموعة المحيط الاجتماعي له، وهذا هو أول مرة لا حنيني، هذا هو أول مرة يخلقه ملكا. هذا قاعد يحاول إنه يستعطف الناس ويستعطف المجتمع الدولي، من رأي كان هذا كافي لأنه يعد لا حنيني. هم العاطف معاه ما دام ما جاب زاد وأدلة. هو حنقول هو الاستعطاف موريتانيا عادة المجتمع يتعاطف معه. حد كان رئيس سابق الناس كانت تراعي فيه في السيادة وعنده زخم وعنده سلطة، منين تشوفه يستعطف يمسها معاش من الاستعطاف. وكما أنه هو محمد الشيخ القزواني هذا اللي هو رئيس الجمهورية الحالي هو كان صديقه وهو باقي يمشيه وهو استعطاف ويمشيه للناس الأخرى، قال هذا الاستعطاف ما هو حاصل تخليني نكمل. هو سرق ذيك المجموعة ومن يجهون ما اكتفى بذاك، حاز على رموزها وحبسهم وصادر منهم ذاك اللي يبقي هو يصادر منه من أموالهم. إذا مالك اللي سمعتيه هو صرق على سبيل المثال على سبيل التوالي، صرق علي ولد محمد فالي اللي عقب ذاك، قاسك جوجت اللي هي بلد العمق الاجتماعي لعلي ولد محمد فالي، هي اللي علم فيها أن علي ولد محمد أن الفترة الانتقالية نخلق فيها شيء من النهب فوق العادة، هاي وكلماته هو. وليس فقط ذلك، هو على سبيل المثال قالت خدتم أنت البخاري، وهذه علتها مرات أنه هو هاي هون أول مرة لا تنقال في الإعلام، يقال يعرفوها قومه هو اللي أصحابه اللي يرد عليهم يعرفوها لأنه هو الكلمة يعلها شنو قالها هي وهو متواطين في نقر الرئاسة، قالت له الرئاسة قالت له فراشها ما هو زين ولا هو جديد ولا هي بالنسبة لها أنه ما يليق قاع أنه مثلا ابتكاه ما هم زينين ولا هم. قال هذا قالها كنا قالها شارين لها قيمة 150 مليون من الفراش، يقال قالها سرقها علي ولد محمد فال وقاس بها داره. هو منين قالها لها؟ هذا تقول هي منين قالها لها؟ قالت عنها حشمت، قال لها وهو قال لها زرق ضد نزرق مع احمد وجداده. ذا من هون ما هو مهم الشق السياسي، قال هاي الكلمه اللي هي ما قد قالها لها وحدها، هاي يعرف ذوك اللي صنتوا لي انا من اصدقاء محمد عبد العزيز يقول هذا معناها ان حد المرحوم علي ولد محمد فال حد سرقوا بهذه الطريقه. لما ركبت سمعتيه وقاس وسرقوا معناها انه هو يا الله يفهم انه هو ما يقدر يستولى على اموال الدوله وتتعاطف معه الناس. ليس فقط سيدي اذا سيدي ولي الشيخ عبد الله جايين، وسيدي ولي الشيخ عبد الله منين قال الانقلاب؟ قال انه معدلوا على مله الفساد. نعم واتهم حنيني غير اللي عاد الرئيس السابق حاز على واحدين ونكل بهم ربما لا حنيني نقول لك جمد حساباتهم وصادر بعض ممتلكاتهم. من دراي كان ذا يبيح انه زاد وعدل نفس الشيء وما يبيح شيء ولا قضيه الاستعطاف وتو هذا ما هو مستعطف حد، هو سرق. سيدي ولي الشيخ عبد الله، سيدي ولي الشيخ عبد الله حد شاف الوضعيه داره، حد يعرفها الفراش اللي فيها سابق يعود رئيس هو الفراش اللي فيها اليوم عقب 11 سنه من خروجه للرئاسه. اذا مالك اللي سمعتيه وتو متواضعه أموره كاملة متواضعة، حالته كان بها هي كان بها، هو صرق الرئيس وصرقوا من خلال خدته من البخاري، قال عنهم معدلين هيئة التبييض الأموال والشيوخ ما هم معدلين لجنة، محمد ولا عبد العزيز هو اللي فرص الشيوخ أنهم يعودوا لجنة، والشيوخ هم ياسر من الشيوخ كلها وقال عنك اللجنة وعدلت قاع سابق عدل ولا انقلاب. على سبيل المثال قوم عرف دي مثلا تعفوا عن يعودوا فيك اللجنه لانهم يعرفوا عنهم هيش عليها ولا عبد العزيز، ارتاق احمد سالم والبكار شيخ بوتليميت ورفض، وارتاق حمزه شيخ 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 كرمسين ورفض، وهما راقوهم بجميع الوسائل خلقت عليهم الضغوط، كانوا يمارسوا على كل شيخ يكانوا يعود في اللجنه لان الشيوخ ما هي نابعه منهم، لو كانت نابعه منهم يعودوا هما يتضايقوا على يعودوا. وعدلت اللجنه وانجابت خدته تجرجر مرة كبيرة حرم رئيس محترم ما يوكل شي ماهو لون جابت انها سارقة ومسرقة، وفي الأخير حسابها الحساب الوحيد عندها حسابه في JBM اللي فيها 13 مليون من اللوقية. لما ركلي سمعتي هذا على سبيل المثال، منين نرجع على سبيل المثال هذا سرد بعض الممارسات اللي كنتم انتم تعارضوا عليها. هذا على سبيل المثال عبد العزيز هيئة الرحمة منين كانوا يتكلموا عن حساباتها والملايير الخاصة عليهم لا ينعقون وصلوا لهم، لا يقول عنه هو سرق ذي السيدة وسرق ابنائها جابهم يجرهم وقال عنهم سارقين وقال عنه معدل انقلاب على سيدي بسبب الفساد
وهو اليوم هم يستعطف الناس. هذا ما هو متناقض السناتور، هو اذا عاد اللي قال عندك ساعه خلقوا بعض من الممارسات وعنده عليها الادله وجابهم وعدل ذيك المحاكمات اللي خلقت والله التحقيقات اللي خلقت وصادر بهذيك الممتلكات يغرضك يا هو ما قدم فما دليل بعد تم الاعلان عنه حتى الان. هو وفي خرجاته كامله يتحداهم عن يجيبوا دليل واعتبر عن هذا استهداف شخصي. هو اذا زين هنا احنا قلتي خرجاته، هو خرجته الاخيره على سبيل المثال لا يكذب في هذا. خلينا نبدا من هيئه الرحمه اللي هي الهيئه اللي اندارت في بلد هيئه خدت قال عنها كيف اي هيئه ثانيه وجوها بعض العطيات والهدايا كيف اي هيئه ثانيه؟ نعم خدته كانت حرام رئيس هو غير الان جبر دليل على قبل هم سنه ونص هم سنه ونص هوتها رئيس. نعم هاي العطيات اللي نعطات لها وذي الهدايا وذي الفضه اللي نجبر منها 13 مليون إذا ما لك سمعتي ودي عاد قاع مليون واحد ومقبل طريقه ما يصير حنيني نقول لك ذا بالنسبه لهيئته هو العدل عقب سنه من تاسيسها اللي هو حيط مثله من بنات وفيه قيمه مليارين من السيارات اللي عدلوا الطرق ويعدلوا البنى التحتيه إذا ما لك سمعتي هيئه الرحمه على سبيل المثال هو تكلم عنها وتكلم عن مصادر تمويلها وحتى الكذب التناقض لا نضرب لك منه امثله على سبيل المثال هما ما قد باط الكذب ما قد ينسق وبه الكذب قاع ما قد ينسق شفت الكذب ما قد الصادف على سبيل المثال شوفي هو رئيس المنظمه ذاك اللي هو بدر اذكر وسائل تمويلها واذكر منهم جزء يعطيه لها رئيس الجمهوريه من راتبه الخاص رئيس الجمهوريه راتبه الخاص ما قد تمتس لما راك سمعتيه اللي قد زقلو شنو هو 5 ملايين معطيه الفريق المرابطون وهو قال انه عاطيه للسيده ما قبضت وتستعمله سيده ما شاء الله مثلا على سبيل المثال قطت على سبيل المثال انسرق هذا معلومه قد عد ما اعرفها شي من الناس انسرق صكها في فرنسا وديني وذاك الاعراض هو فيها 40,000 اورو كانت تسوق بها و40,000 فرنسا ودول اوروبا ممنوع عن ترفيد حد اكثر من 10,000 اورو على سبيل المثال كانت تبارك الله عندها تسوق وعندها قال الحساب وتشتري الناس كامله ذاك انا ماني خايض فيه تشتري ذاك تشتري من قالها قاع هو عنها تشتري الديار وتشتري الاسواق وعندها حق تشارك اذا ما عملت معناها عن الراتب اللي هو اللي كان مثلا لاهي والمضحك في الموضوع عن احد الناس اللي متحمس جاله هو وبقى انه يدافع عنه عدل فيديو وقال فيه كلام زين قال عن رئيس كان يخلص 7 ملايين مده 10 سنوات والله 11 سنه عنده من الفضه منين يشقل الدور تحصل منه ثروه. هذا على كل حال كلامي قد يوصلنا عقب الرئيس من نفسه وقعد له في التلفزه وقال له الرئيس قال له ما قط الفضه ما قط امتست وهما ساوها وحد ينسى 800 زايده من الملايين الرئيس سيدي كنا شادين اخباره خلاص ويرتفد شور الدار وتقبل منه اخذت ذاك القابضه الجمعيه ويفرق نهايه الشهر. نعم. وفرقت فوقت سنه ونص هو يخلص ومرق ما عنده ويه من الخلاص يقال خلاص محمد بن عبد العزيز انساه حد ينسى 800 مليون مركونه ما مرقت زكاتها ولا امتست او هي مولي لعاده المراه هذا هو التناقض علاش يتبرع هو من هلا المنتخب ما يتبرع من مشي ما وهي شوفي هذا على سبيل المثال خلونا في هيئه الرحمه هذا على سبيل المثال خلونا في هيئه الرحمه مصادر تمويلها اللي كانت تقوم حولها قدر من الشبهات نزلت حتى الان غير قاع رئيس بررها بعنها الهيئه كيف اي هيئه ثانيه ونحن نعرفون الهيئات كامله كلها زاد هي مصدر تمويله الا شمل العطيات والهدايا تنعطاله من طرف هيئات اخرى في الخارج والله من طرف شخصيات تبغي تصدق غير اليوم هيئه الرحمه فهم خبر تم تداوله ما نعرف اذا كان حقيقي ولا ما انه تم منعهم من توزيع مساعدات للمتضررين في باسكنو من رايك كان اللي عاد فما مشاكل عند رئيس الجمهوريه السابق وحتى الان مع وتحقيق فيها مع القضاء من رايك كان هذا يبرر ضغط على الهيئه الخيريه انهم قدموا شي مساعدات لشي من المتضررين هذا هو اللي نقول لك قبال هو حد مجمد حساباته ما مجمد هيئه الرحمه هيئه الرحمه هيئه مستقله مجمده نقول لك ذا هو كل شيء ذا كامل يتعلق ذا هو كامل مجمد هيئه الرحمه نقول لك ذا هو حد مجمد قبال ومحاسبها عنده اربع حسابات واحد منهم فيه 800 زايده من الملايين اللابس من المحاسب يعني والمحاسب راه هو مقرب اجتماعيا من الاسره عن طريق السيده الاولى اذا مالك اللي سمعتي لك ان تتخيلي ان المحاسب مجرد محاسب الهيئه عنده اربع حسابات واحد منهم فيه 800 زايده من الملايين ومع ذلك
يقول لك مع ذلك هو متهم خدته على ملت عنها عندها حساب فيها 13 مليون من اللوبية. هون نختار نقول هون هذا بعض المضحك، نختار نقول هون عنه انت قلت انك مجمدين حساباتك ولا عندك شيء، اخبارك تشتري كميون تملاها من المواد الغذائيه وتمشي، هذا هون هو عملي الهيئة ما لها مجمده، ما المجمدين حسابات هذا نقول لك عنه هذا هو الكذب واضح والحق واضح، الكذب والحق ما قطع عاد يختلف. خليني الهيئة غير الكذب الهيئة والحق الهيئة غير مسألة الكذب والحق واضحين، هذه ما تندال عند بل التحقيق. شوفي الهيئة شوفي الهيئة وقبض الرشاوي القرض منها شنو؟ عن ولي عبد العزيز منين يعود له يعدل يقبض رشوة من دولة معينة لا يعدل لها موقف موريتاني هي الدور يتبرع ذوك للهيئة، يعني ما يعطوه هو مباشرة ذيك خلقت ويخلق تحويلها وراه. وهنا أنا ماني متكلم عن خزايا التحقيق، همات إياها هواتف ينشبروا فيهم مراسلات مبالغ ضخمة يعدل لها التحويل من الخارج ويستلموها أرواقي جلي تبيض فيهم أموال محمد بن عبد العزيز. وهون حنين لا في إطار الهيئة. الهيئة لماذا هذه المنظمات وذو الهيئات الخارجية ذا من الكرم خالق لهم ذا علاقات شخصية علاقات شخصية وذا كاملة لا في طال علاقات شخصية مع صاحب الهيئة خالق رجل مقدس ينقال له رئيس الجمهورية قدسيك تقابلها من الدستور حنقول لك ذا ومقيول عنه هو الوحيد عن العلاقات الخارجية عنها اختصاص رئيس الجمهورية هو اللي قد يقبل قرار باسم موريتاني وقد يعدل أي رواية. هذا الرئيس منين يفتح هيئة خيرية ويعود يمشي تمشي عائلته وتطلب لها تطلب اللي الهيئة اللي هي معناها أنه هو هون يقبل رشاوي غير مباشرة. هون يقول هو الرئيس يقول لهم أنا خرجت الخزينة العامة، الرؤساء ما قطع عادوا يقبضوا من الخزينة العامة، رؤساء يستقلوا النفوذ، أنت تقبضوا سابقي في الخزينة العامة لأن هذه الدول اللي تبرعت للهيئة اللي دور شي من الهم موريتاني تعدلوا في مواقفها والله نوع من هي كل دولة تلعب دور. موريتاني مهمة لياسر من الدول ومهمة في السياسة الخارجية وعندها دوار، هؤلاء الدوار لا ينقبوا أنا ثمنهم يا إما عن طريق الهيئة يا إما عن طريق رواية أخرى. ولا نقول هون من مثلا على سبيل المثال هاي رواية خلقت سفير موريتاني في قطر ينقال له محمد البكاي كان فيما تياها تم إلينا وحمل تقدي اللي كان وزير خارجية اجبر وزير خارجية قطر وقال وراه هي المبلغ اللي طلبت منه السيدة الأولى الدور الهيئة الرحمة راه تم تحويله. سمعتي هذا مين قال الوزير خارجية اللي هو أحمد تقدي قال له واحد ردها على راجل وأشار وقال له هذا لا تقول له لعبد العزيز أنك منين تقول له دور ينقزه. لماذا؟ لا نقول لك ذا لماذا؟ لأنه ما يختار هو هم يختاروا تعطيهم الدول الخارجية الفضائية قال ما يختار يعلموا بها موظفين الدولة. هذا معنى أنك لا تقول إنه هناك عن أيضا رجال النظام اللي كان معاول عبد العزيز عنهم كانوا بريئين من كل شيء. لا ما ذاك ما قلته، قلت عنه نقز السفير عقب ذي المعلومة ونقز أحمد تقدي قال قاعد هو منه قاع رواية قبل قاع ما ينقزهم ولا اثنين قال يرد المبلغ للقطريين، المبلغ اللي أعطاه القطريين هو الرئيس ما يعود يقبل هبات من الخارج بها ذيك الهبات الخارج تعتبر رشوة. لأن قطر عندها مصالح خارجية وتبحث عن مواقف الدول الموريتانية تقبض منها كيف ما عن الإماراتيين والسعوديين والفرنسيين والمغاربة والجزائريين هذا كله عنده موقف الدول الموريتانية تقبض منين يعود الرئيس فاتح هيئة ويطلب لها ويطلب هو الرأس وهك شيء ويقبض هو الهدايا العينية الرئيس يقد يقبض قاتل يقد يقبض سيف يقد يقبض خنجر يقد يقبض كابوس يعود قيمته زينة يعود مرصع بالذهب يعود شيء عنده قيمة يقال ما يقدر يقبل عشرات الملايين من الدولار. نعم. به اللي ذوك حنقول لك به اللي ذوك أولى بهم. وقت. يلا ينعطى لهم يلا ينعطى للشعب. أولى بهم. نعم. لأن ننتقل الشور مثلنا في نفس الملف غير ما يتعلق بالضغط على أسرة الرئيس اللي عاد هو كان متهم في بعض الملفات أفراد من أسرته شنو ذنبهم لماذا يتم جرجيرهم بدون إعلان عن التهم الموجهة لهم. باللي على سبيل المثال هو للأسف لكثرة الأموال اللي عنده. اضطر انه يبيضها للاسف الشديد في بناته واصهاره ما عرف اللي سمعتيه لكثرتها وفي بعض الاخرين مقربين اجتماعيا واخرين غير مقربين اجتماعيا
منهم مثلا كيف مثلا يعني نقول لك من ضمن على سبيل من ضمن على سبيل المثال اللي قال هو هو هو, هو, هو اليوم اللي يتكلم اليوم عن محمد ديدي والمصبوع عنه مستهدف وعنه السجن. نعم. وهو ذكر على سبيل المثال شيء في مؤتمر الصحفي وكان هو ما اسمه انا ما نسميه وتكلم عن ديدي والمصبوع اللي هو والد محمد والمصبوع وقال عنه كان يرفد 60 وتر واستخدم هو العباره قال يرفدها على راسه ويجيبها لنواكشوط ومعروف من الثرياء رجال صحيح ديدي والمصبوع قطعا عنه من ثرياء القصر وقطعا عنه رجل عصامي وقطعا عنه ماله جامع بعرقة ناور ولا هي عرقة والباية ما هو عرق ناور والباية ما لك سمعت معناها أنه راجل مجد ومجتهد وعصامي وجمع فعلا الأموال ما لك سمعتي يقير أمواله منين تقارنها اليوم بمال ابنه ذا هو مات الحق 5% من اللي عند ابنه اللي بدأ يامس اللي هو محمد والمصبوع هو لا يقول لك أنا يعني محمد والمصبوع أنه ولد خالتي وإني أنا وهو جدنا ولاي ولد الشيخ إذا مالك اللي سمعتي وإني هون هو يقال أنا ولد خالتي منين منين يستخدم التبييض أموال للشعب الفقراء ويلتموا فيه أنا ندور نتكلم لا هنا قبل منه موقف ماني قابل منه هو كشخص قابل من العملية اللي وعدلت هون على سبيل المثال لا نضرب لك مثال هون على سبيل المثال ويقول هو لماذا راعي يقول زين العابدين عاد عنده الفضه في 10 سنوات لماذا ما يعود هو عنده الفضه؟ لا يقول لك انا لماذا؟ شوف هو على سبيل المثال هو محمد والديدي والمصبوع والصخر وهو وخالق ولد عمه قبال ينقال له احمد سالم ولداد والمصبوع خديدي والمصبوع. احمد سالم هذا الشاب قد محمد سنن بسرعه الوقت حاليا يقول لك قد محمد سنن وكانت عنده فعلا كانوا عنده الكمايين وكان يكرههم فعلا لا تتم وانير سابق يعود ولد عبد العزيز رئيس تتصنتي ولا ما تصنتي حنين نقول لك ذا نعم وكان يشتغل معها وكانت اموره ماشيه قدام تم لين ابات تخلصوا الشركه 200 مليون يسالها في الشركه ابات تخلصها وهو سنتين هي ما بيتخلص وعقب كرع ليها اياك انها تخلص له كرع ليها اعطى منها نسبه كبيره اياك انها تخلص له اذا مالك الا سمعتي وكماينه باعهم به اللي برته به اللي ذاك الفوت درته هو كان عنده مكاتب مكاتب ونقفله كانت عنده شركة وانتربريز ونقفل لماذا على سبيل المثال أحمد سالم والداد والمصبوع اللي كان موجود وكانت شركته رابحة وكانوا عنده مكاتب تفلس شركته ومحمد والمصبوع يعود من كل سنة يشري قيمة مليارين من الكماين جدد اللي واحد منهم يساوي ذوك الكماين واحد منهم جديد زاروا كل مات يسوى 90 مليون لماذا يعود يشري منهم قيمة المليارات والآخر يفلس هذا على سبيل المثال هذا أحمد سالم هذا المصبوع إلى بقى المحققين يتصلوا به هذا هو الحق ما يخفى معناه الحق ما يرضى يذكر ديدي والمصبوع رجل شريف يدار يمبليكي عملية تبييض أموال نعم لما لك سمعتيه هون حنقول لك إحنا هون إذا ما فيه تعاطف ولا عبد العزيز طرق الناس كاملة كيف قلنا سرقها وقال عنها تسرق لما لك اللي سمعتيه وقال عنها معدل الهيئات اياك تبيض فيهم والله انا كنت مظهر لكم عمل حنقول لك مزاد يعطيك شو وسرق الناس وسرق الناس الشريفه انت مظهر لكم مزاد ياسر مشي ما فات قاعد تم الاعلان وشهر حنقول لك وشهر بها وهو مطالب اليوم هو اليوم يقول يقعد للناس يشوق في الناس يقول لهم انا يقول لهم ماني قايل لكم منين جاي ثروتي بس محاله ما تقدر تقولها انت كنت سنطري للدوله انت كنت عسكري تخلص لك الدوله خلاص محدد وعدت رئيس وخلي لك ذلك قالوا الاثراء غير المشروع خالق سؤال قال له من اين لك هذا ولا هم اليوم حنقول لك ما هم اليوم من اين لك هذا مبدا اسلامي نعم اللي حنقول لك بيلي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تماشي الى شاف دار زينه يدار لها الجبس هذا وشافها زينه قال لهم هاي من قالوا هاي الحاكمه قال لهم هاي الحاكم هاي قال له الواليك على عمان قال لهم أبت قال لهم الدراهم إلا أن تمد عناقها هذا على سبيل المثال وعيط لهم قال لهم عنهم يسيزروه لا سيزروته به اللي هو حاكمه هو شرع عماني قال له كان ما يستخدم السلطة يعرف هو عنه ما يبني ذاك القصر اللي كان يبني نعم إذن هذا يا نعم إذن لين تقل شور نبأ هناك يوم اللي تم تداول عن منعكم انتم من تنظيم اجتماع قبلي كنتوا اللي تعدلوا في المنزل من ضرب بعد قاعد كان ذا حقيقي والصالح منكم انتم همكم تعدلوا هذا غير حقيقي انا ما نظم الاجتماعات القبليه ولا نحضرها لماذا ولا الجهويه ماركو بيلي بالنسبه لي انا نحضر لا شيء وطني نحضره
وشوف فيه ذاتي، والاجتماعات الجهوية قبلية اللي قاع ما هي فيه، الاجتماعات الجهوية نحترمها لهالهيئة ما نشارك فيها، والمسألة فقط هو عن الوالد اللي هو والدي أنه كان معدل اجتماع جهوي. أنا على سبيل المثال خبرته أني ما نقدر أحضر بي اللي بي للأسباب، للأسباب اللي قلت لك هذا استخدموا بعض المدونين مدونين قالوا عنكم لا يتعدلوا مبادرة داخل القبيلة اللي تتماولة من أجل وقالوا عن استدعوني الشرطة وقالوا لي عن كذا وعن هذا كامل كذب، هذا زور. هو الوالد كان معدل فعلا اجتماع جهوي وطلب له ترخيص وبلغ برفضه، وعلى أساسه ما عدل هذا الاجتماع. إذا ما رجل سمعتيه الاجتماع كان ليش؟ الاجتماع كان هدفين رئيسيين، واحد منهم هو على كل حال ما نبغى ندخل في تفاصيله، ما عنده علاقة بهذا مسألة التحقيقات. لا ما عنده علاقة بمسألة التحقيقات، ما عنده علاقة بالغضب اللي قال عنه داخل المجتمع القبلي اللي تنتمى ونتمى رئيس السابق عن فما غضب من النظام الحالي وعنكم تحاولكم تصلحوا ذيك الأمور. هو ما فهم حين قلت كذا، بالعكس لقاء الله كرامة اللي فتحته، هو ما فهم أي غضب. وخالك شي من الناس للأسف، وش من الناس تقول عنده استهداف مثلا لهذا الحقيقة، خالك شي من الناس للأسف يتكلم باسم مجتمع ويخطئ على قبائل الأخرات ويخطئ على الدولة ويتحداها وأفراد ومرتكبين أكبر خطأ قد يرتكب، لأنه أنا من يترى نقول الكلام الخاسر نقوله باسمي، قال ما نسمي مجتمع ونخطي به على الناس الأخرى ونتحدى هو ما يحمي، هو أنت لين تعود لا يتعدل شيء وتعود مناظر وقال فيك ولا عبد العزيز وساوي لك شيء، مشي وقف في الشارع وعدل مظاهرة وعدل عصيان مدني وتمرد ونحبس. لماذا برأيكم عبد العزيز ما جذب المناظرين اللي معاه، لماذا ما خلاهم يقيسوا الشارع العدل؟ ما خلاهم وما حاكموا وما مقايسين شيء، ولا قاعد يقعد في دويره ويقول احنا لا نعدل وذاك ما هو معدل شيء. حيقول لك لو حد يقبل تليفوني يبرك ورا تليفون ويقول احنا الفلانيين حويقرينكم وحويقرين كذا، هذا 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 قمه الافلاس النضالي. انت لا يتناضل، وقف ومناضلين اللي قالوا عنه وودي منعهم وقف في الشارع، ذاك اللي قالوا كذب، هو ما في حد يقدر يوقف في الشارع، حد قاعد لا يقول لك لا يعدلها ما يقولها، حد لا يتحدى ويقف في الشارع يقيس الشارع ويبتط وينجر ويعود قضيه مآمن بها، مين عود عندي اللي انا قبل تليفون ونستخدم على كل حال. كيف قلتي هون هذا الاجتماع اللي قلت عود فلسفته قائمه على مجتمع شيري كامل انه يتبرع من هذا النوع من التصرفات. وظنكم انتم حاسين عن هذا مجتمع انشيري وضع القبيلة بتحديد التماول انتم عنهم اغضاب على النظام الحالي بسبب تحقيق مع أولي عبد العزيز اللي هو ابنهم. أنا القبيلة ما انتم داروا متوخذهم من ذاك. القبيلة ما نشاد أخبارها ولا نشاد أخبار مواقفها، بهاللي القبيلة ما يحزب سياسي يعود عنده موقف، وانا ما قد قاعد اناقشها قبيله انتباه اجتماعي، ما قد تناقش موقف قبيله لان القبيله بلا موقف. كانكم لا تقول عن ما عنده ثقل السياسه، القبيله ما تلعب اي دور في السياسه، القبيله ما تلعب اي دور في السياسه بعد ما بدا يظهر في ازمنه الانتخابات. القبيله تؤيد والقبيله تساند. شوف لا يقول لك هذا، انا من الشوف اللي شايف على قناه شنقيط كوني نشوف فيها قبيله فلان والله مجموعه الفلانيين تساند كذا، ما سمعتي القبيله حنقول لك وهم قنوات اخرين يعدلوا هم اللي ما سمعتي. هذا المجتمع يقد يعود يدعم السلطان يدور شيء من المنافع، لما لك سمعتي يقير قبيلة ما خالق قبيلة تواجه نظام، لما لك سمعتي وين تتواجه بعد تقعد كبراءها والناس اللي فعلا تتكلم باسمها وتقول عنها مواجهته قرين يقبض لقاش يتريوق ورا تلفون ويقول كلمات القرض بهم انه يثير شحنة عند شيء من الناس ضد مجتمعه، هذا إفلاس ولا يتواسع. والموضوع اللهم اللي قفليه عني بي اللي انا ماني يعني اجبر حد اخر يناقشوا يجازيك بالخير. هذا الموضوع كانت علاقه قاعده بكم انتم شخصيا لانه تم نسبه لكم انتم زاد الوالد هذا يتكلم عنه الان انتم غلين تخطاه بشور ما يتعلق بالتصريحات اللي قالها النائب البرلماني ورئيس حركه ايراف جنيف واللي اتهم فيها النظام الموريتاني بانه نظام الفصل العنصري، وانتم كنتم معاه في ذيك الزياره، انتم كنتم معاه في نفس هذا الموقف والله زاد اعتمادكم معاه فيه، لماذا شنو السر قاعد مرافقتكم له فما تياها؟ والله شكرا. تقولي ساعة برام الله العبيد، انا من الاشخاص اللي كان جاد علي هو كمناضل حقوقي، بالنسبه لي القضيه اللي دافع عنها قضيه شريفه قضيه عادله، لما سمعتي وهو وانا متبنيها
وهو بالنسبة لي كنت أرى أنه إنسان نحبس وأنه تعرض القدر من المظالم، وأنا تكلمت عنه ودعمته في مجلس الشيوخ من نهارات حبسته الأولى، ما حد الناس كاملة قاعد تعتبره تابو ولا يقدر يكلم عنه. غير ما تكلمت عنه بعد منين قبل. وكان جاد علي حنيني نوفي لكذا. وبالعكس في تناقشت معاه قضية انضمامي للتيار وحركته هذه اللي هو واحد فيها. وجاد علي كشخص وقست لا يكرم من دار النعت الاعتزاز به والنعت قيمه واللي خلق أنا معاه. أن عدلنا اجتماع في الليل هو وبعضه وتكلم عن خطاب الله يلقي، كان خطاب مسؤول خطاب حقوقي وناقش، قال هو أنه لا يتكلم بالعربية وأنه لا يطلب منهم أنه ما اللي يتكلم باللغة العربية اللي هي لغة الدستور الموريتاني، وذا كامل زيان عندي وكبر فيه. ومنين جاء فعلا القاعة طلبهم قال هو ما فيها ترجمة من العربية شور اللغات الأخرين، وبالتالي عاد مضطر يتكلم بالفرنسية، وقع قدامي خطاب حقوقي فيه فقرات قوية، يقر خطاب يعتبر حقوقي ولا عنده مشكلة، وهنأت عليه وكتبت عنه ومشيت عنه. تميت بعد يومين من مشيتي لين سركي لذاك اللي في ديو اللي ما هو النهار قطعا اللي فيه هنا، لأنه كان لابس دراعة في ديو، فيه هو لابس كوستيم ومعاه واحدين ويتكلم وقال عن موريتانيا عن دولة الفصل العنصري. طيب لماذا ما قد تكلمت عنه؟ جي 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 جيد لاحني شوي قال عنها قال عنها نظام الأبارتايد. ثم رأيك سمعتين وهو ذاك اللي قال بيلام يعرف بيلام أنه كذب. ثم رأيك سمعتين بمثيل الله نقولهم لك واضحيني الصنات اللي هو وصنته للناس. أنا وبيلام كنا في الحبس، إحنا الاثنين محبس. ثم رأيك سمعتين بيلام كان على سبيل المثال من إنجال الحبس ندار في ويتيان اللي هو أشبه بليده في الحبس، وأنا نزركت في اللورا. ثم رأيك سمعتين هو منين ندار في الحبس، أنا على سبيل المثال كانت من جاني الزيارة يجيني خوي على سبيل المثال جاي من وادي بقاطع 500 كيلو منين قعد معايا فوق دقيقتين، وقف عليه وقف صندري فوق وقال له وقتك وفو، منين قلت وانا الوقت ما هاته فوق قاموا خبطوا على الركبة قال له قول. هذا أنا بيرامي في الحبس ما يستقبل في غرف نستقبله احنا فيه من المحابيس، عنده ودين قال له غرفة المحامين هي شبه لهم، يقعد فيها من الصباح، هذا يعرفوه هو ويعرفوه السجناء، ويتم اللي يجيه يقعد معاه في ذيك الغرفة اللي هي شبه لهم وفامها اثنين، ويتم معاه لين يبقي يمشي. معناها أنه اللي قد يخلق من التمييز الإيجابي واقع له هذا ذي الناحية. الناحية الأخرى أنا البيت اللي فيه مديرين فوق ستة جهزة، إياك أنه ما تقدم مكالمة جهي دمارك اللي سمعتيه، ومن كل نهارين يفتش، وهو بيته فيه تلفونات مطرحة، وكذلك اللي الناس اللي معاه عايشة تحت ظله هو أنه هذا لماذا ما قد تكلمت عنه على سبيل المثال كخطوة. هو بيلام أنا هو كنا محبس، هو وخلي يترشح، إحنا الاثنين في الحبس، هو وخلي يترشح وأنا ما وخليت إنه رشح. لما لك سمعتي أنا زملائي اللي متهم معاهم نفس الاتهام اللي هم الشيوخ اللي عندنا نفس الاتهام، لما لك سمعتي اللي منهم كامل في الملف بقي ترشح، وأنا هو اللي في الحبس الاثنين وخلى هو يترشح وأنا امتنعت من الترشح. وهذا هو ملا المحابيس الأبارتايد، هو على سبيل المثال كتاب ماندلا المشهور اللي الطريق الطويلة إلى الحرية يتكلم فيها عن حبس، وهو فوت 25 سنة في الحبس، الأوقات اللي جاتهم فيهم زوجته ينحسبوا عليه الأصابع 5 مرات والله 6 زار. بيرام يظل قاعد في النهار الناس حاصر عليه ما يقد تحدي، وبعده يقول عن موريتانيا كيف الأبارتايد، هذا قاعد له من سنة الحبس. ماندلا وأصحابه كلهم كانوا في بيت ما قد شاف ما هو نملة، حنقول لك ما قد شاف ما هو نملة. حنيني هذا السرد لا يمشي علينا وقتنا جيد. المهم ماذا أنتم الخطاب اللي قدم النائب بيرام في ذيك الجنب، لماذا ما قد نددتوا به؟ لماذا ما قد تكلمتوا عنه؟ ما هو اليوم نعرف الخلافات اللي ضاكة تنقال عنها بينه وبين محمد والبعمات اللي هو مقرب منكم أنتم. شوفي لا نقول لك شوفي أنا منين شفت اللي في ديو انتكست، قال انا حنقول لك لا اسمعي حنقول لك كتبت في خطابي، كتبت في صفحتي عن موريتانيا ليست دوله عنصريه. ثم لك سمعتي يا غير بالنسبه لي انا هو ما فتريته اذا ماني فاهم اذا المعدل سببه ما فهمته. ثم لك سمعتي حنين نقول لك وشكيت عنه حنقول لك انا قاعد منين تعودي انت هو علاقه بينكم حميمه منين تشوفي تصرفه الاول ما تقدري تتحولي ضده تماما بحده.
ما لك سمعتي؟ قال خليك وراياك شو من الامور، خليك وراياك شو من الامور اللي ذي الكذبه ذي الوهم اللي كنت شاك عن بيرام. امور شنو؟ من دراي كان هذا اللي قلت لك يتعلق بمحمد ابو عمال. لا شوفي سابق ذاك، شوفي 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 هو تكلم، تكلم عنه راجل اللي قال له اسحاق اللي هو صاحب فرقه اولاد البلاد. وقال عنه جاته مبالغ ممشيه للسجناء، فيها شيء هو فيها شيء معطي للحركه وفيها شيء مخصص للسجناء اللي كانوا في بير المقرين. وقال اسحاق عن السجناء عنه هو اجبر واحد منهم وقال له عنه ما قط اجبر شيء من عند بيرامه، وعنه قط جاء شيء الا شيء مشيته له اهله هو. انا اللي توقعت منين شفت ذاك اللي انصدمت، اللي توقعت عن بيرامه له عدل مؤتمر صحفي وعنه لا يجيب معاه السجناء ويتكلموا ويقولوا عنهم هم عنهم جميع ذاك شيء قطوا مشالهم عنه عن بيرامه عنه وصفوا لهم. لما لك سمعتي والله عنه منين يتكلم هو لا يعطي الادله الدامقه ان هذا اللي قال عنه عنه كذب. هذا بالنسبه لي انا من عدف بلو ذا هو الله ينعدل. ما لك سمعتي بيرامه بدلا من ذاك، هذه هي بدلا من ذاك قعد في مؤتمر صحفي في مقابله شافتها الناس، والراجل اللي دعمه وجه له خطاب ساقط، خطاب نابي. ما لك سمعتي الخطاب السياسي ما قط الحق يدهنه وراكو، ما قط وسا خدمت في الخطاب السياسي. لا هذه عبارات يستخدمها هو، يعني عبارات خاصة به غير مسألة شوفي. إنه هو بينه وبينه هو شوفي. حنقول لك أنا هذا يعني هو اللي حرك موقف شوفي شوفي, شوفي. لا سمعي سمعي نقول لك كذا، سمعي نقول لك كذا، سمعي نقول لك كذا. قال لي العبارات وقال شوخة. بالنسبة لي أنا كشاهد كسياسي بالنسبة لي ما هو مقنع ولا هو قريب منها. قال عنه هو إجبار التاريخ عن 250 مليون عنها، عنه شيء من السلاليخ جبروه. ثم مالك اللي سمعتين هون لا نقول هون عن 250 مليون، احنا على سبيل المثال لحزاب المعارضه كاملين اللي ترشحوا واحنا كاملين اللي كنا معارضين. انا مثلا شايف على محمد ابو عماتو انه يدعم بيرام هذا الدعم اللي هو ولا يعدوا لي انا على سبيل المثال. ثم مالك اللي سمعتين ولا يشوفوا عليه حزب تواصل. حنقول لك حنقول لك كانكم انتم المقربين من ابو عماتو كان قط سويتوا لي انا يدعم بيرام. انا هاي المعلومه شايفها في الاعلام، معلومة بيرامة هذا وقضية المبلغ ونقاشه. والله العظيم الكريم حنقول لك ذا اللي شايفه ولا لا، ما انا والله ما سولته. حنقول لك ذا حزب تواصل على سبيل المثال في الشوط الثاني هون كان قارب قالبه يعدل طالع مع بعض قالبته قالبه يعدل الشوط الثاني. لما لك اللي سمعتيه الاحزاب الكبيرة حزب التكتل وحزب 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 اتحاد قوى التقدم ومرشح اتحاد قوى التقدم اللي هو محمد المولود اللي معارض عريق وكان حزب التكتل هاو السلاليخ. مين يجبرهم؟ محمد المولود والله يجبرهم حزب التواصل والله نجبرهم انا دمارك اللي سمعتيه والله يجبرهم حد اخر. هذا هو اكبر دعم سياسي يقد يعدل الحد. مين يقعد حد قدام التلفزه ويقول لنا السلاليخ؟ لا يهرب شرع عبارات خارجه شريحه مظلومة تاريخيا، إذا ما لك اللي سمعتيه يستخدم عبارات لا يمرق هذا ما هو تبرير شيء. وهون لا يمكن نقول أنا شيء من عندي. شوفي أنا جاوني واحدين من حركة إيرا في الدار، فيهم واحدين قد شاركت في مظاهرات عدة مظاهرات هم الجابريني فيها والله مظاهرتين القوم بيرام ضده يكسع هو محبوس، أنا شاركت معاهم في المظاهرات خالين رجال هم في قاريش ويبتطوا يبطون البوليس ولا يحركوا وجاد عليهم قضية إيرا وجاد عليهم بيرامة. جاوني شوار الدار فيهم واحدين مريضين انا ماني مشحر بساميهم. واحد منهم معدل عمليه ب 40,000 في الطب الكبير ويدور عندي انا نعاونوا فيها. لما لك اللي سمعتيه يدور 40,000 والله 20,000 يدور نعاونوا بنصها. هذا على سبيل المثال بيرامه منين يعود اجبار التمويلات الضخمه من ذا الحجم ويعود المناضلين اللي يموتوا في طريقه يجوني انا يشتلوا يدوروا باش واحد منهم يعدل نص عمليه. هذا حد حامل قضية عادلة ما قد يكون تعرفي عنها ما يحق عنده. قلت لك سمعتي ولا ما سمعتي؟ المسألة جاوني مقربين اجتماعيين منه ماني مشهر بهم قريبين له وجاد عليهم حتى وفاتوا حبسوا علم التوب تطو كلهم عنده مشكلة قوت اليوم. نعم حنقول لك يدور شوي يقعد يصير به تقصي والله رواية ذنبتها. وانا يا واجعة ما عدت على المستوى في ذاك اللي يدوروا عندي. منين نسمع عن بيرامة يجبر للحجم من الأموال هو شخصيا والناس اللي مجتف قضيته خالق الهذا هذا يفكر نظر ما وكيل مناضلين كاملين اللي في الاحزاب الثانيه ما هو قاعد مناضلين اللي معاه الاحزاب الاحزاب اللي انا بعد انا حنقول لك حنقول لك حنقول لك احنا على سبيل لا سمعي لا حنقول لك شوفي هي لا عندك مساله
لا انت قضيتك لا تعد قضيه نضال. انا حنقول لك الثاني تقبل الاموال، الثاني تقبل الاموال دعم القضيه معينه. احنا الحزاب على سبيل المثال كنا من يتلاون عدل المظاهرات تقسم الفرع على الناس. طيب حنقول لك لا حنين نعدلوا بجهه واضح والمبالغ اللي عندنا واضحه. يعدلون يعني يتعدل اي شخص. حنقول لك هو ما كان يعدل الحراك الشعبي والتظاهري اللي كانت يعدل المنتدى وتعدل المعارضه، هو ما كان يعدل ذلك. هم اسلوب عندهم الناحيه الشعبيه اكثر من الشعبيه، لكن يظهر في الحشود اللي يجمع اكثر من ذاك اللي يجمعه احزاب المعارضه كامله مجتمعه. اكثر شعبيه هون ذرتي هون مساله هون ولا في قضيه الحقوق اللي قبيل اللي شدينا اخباره. هو قال عنه هو انه في دوله الابارتايد وانه مظلوم، وانا انا تعجبت من المساله. انا جرام على سبيل المثال ما حد انه يروق يترشح، كنت على اتصال معاه في الهاتف وهو يروق يجبر التزكيات، وكنت تلفن له لاني قلق لاني صديق وقلق انه ما يجبر تزكيات. وقلبه مشى سيارات بجميع انحاء موريتاني زالوا نذر بعد قليل. حنقول لك وقلبه يجبر التزكيات. ومن يجي هون من اعطاه التزكيات تميتين اعطاهم له بي ار تمارك سمعتي ونخلات له الساحه، لانه هو التصويت الشرعي حي خالق. مثلا حنقول لك انت تصنتي، حنقول لك شوفي كان حميد وبابا قلبه يطلع كنايب. قال حنقول لك هذا البرنامج قال برامي نقطه وتقريبا قريب شوي المنطق عنه. هو كان اللي ما فهم ضغط من الانظمه، شوفي لا انه ما فهم ضغط من الانظمه من شيوخ القبائل. شوفي عما يعد ويجي واحد ثاني. شوفي هو حنقول لك شوفي هو خلاله هو جو الثاني. حنقول لك شوفي هذا القبائل ضد حنقول لك شوفي صنتي حنقول لك شوفي هو خلات له الدوله. لو كانت اللي عقدت له البلاد ذاك كان معاه والله راجل اخر، وهو اللي اعطاته التزكيات ما اعطاتهم له هو وترشح وجبر ذل جبر برامه يجبر نفس النتيجه. حنقول لك ذا التصويت الشرعي حي خالق. هو ترشح مع الاحزاب، شو جبر؟ جبر 20,000 صوت في اللائحه الوطنيه. جا هو حزب الكرامه وحزب متمكناس وذوك الاحزاب اخرى جاوا هو. حنقول لك ذا يقر هو صنتي الدوله اخلات له روايه شرائحيه، رشحته كما رشح وحيد من الشريحه وجبر التمويل وجبر فعلا نتيجه كبيره وانا هنأت عليها وهللته. يقال لو كانوا ما نعطاه له، لو كان البي ار ما عدلها له، ولو كان ما يجبر ذاك التمويل ما يجبرها، ولو كان انقبل اي حد اخر ما هو، لان كان حميد وبابا منين وخلات له شريحه معينه اجبر ذاك اللي اجبر. معناها انه هو ما كان، لو كان ما اسمه محمد والبو عمات بهذه الاوصاف اللي قلت انت عنه عدل، كان كنت لا تقول عنه اللي تقول راه. شوفي لا نقول لك شفتي انا ذاك العدل من شاركت معاه في الاجتماع ومن ذا منين مشيت شفت ذاك الخطاب اللي قال حول موريتاني وذاك اللي قال ولا نقولوا هون بلوقة برامة ذاك اللي قال كذي يعرف هو ملي انه كذي. انا قاعد نقول كامل احترامي على قناه شوفي هو لوقته. حنقول لك شوفي هو لوقته يتكلم بيها شاك انه مخليان ذا مالك اللي سمعتيه. هو على سبيل المثال انا سمعته يتقطرص على خالق هو من عدل ذاك الموقف. كتبوا له وحدين سياسيين كبار كيف جميل والمنصور وكيف والمحم وكيف حقوقي والبحبيني، جاوبوها جويبة منطقية وكتبوا كلام سلس. سمعته هو يتكلم لهم يمشي وكالات ويقول لك انت هناك ليت تقلع كلمة ورا ذاك الدور تشوف ذاك الله يخلق لك. حنقول لك شفتي حنقول لك هاي نقطة التهديد. حنقول لك لا نقول لك انا برامة احنا ما خالقك كلمة ما نقدانا نوخرها منك وكل سياسي يقدر يوخرها منك. شكرا لك سيد السناتر. شوفي الموضوع اللي هو انت ذرتي موضوعه. نعم ذرت موضوع، وايضا نعتذر للنائب البرلماني ورئيس حركه ايرابي رام ذا عبيد عن هذه الاوصاف والكلمات لانها فقط انا بعد ماني معتذر له عنها. قناه شنقط تعتذر له. اذا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وشكرا لكم سيد السناتر محمد والغدا. إذن إلى اللقاء. شكرا جزيلا.